إذا أصابك شيء فلا تنظر في المصيبة ما أخذ منك ولكن انظر فيما بقي لك. تقوم تلاقي اللي باقي إيه؟ اللي باقي أكثر، ويمكن مصيبتك أهون من مصيبة إيه؟ يا صباح السعادة على كل حبايب قلبي اللي بيتابعوني. النهاردة هنعمل باتيه، ميني باتيه وميني كروسون، هنعمله بطريقة حلوة جدا جدا، والطريقة ان شاء الله تعجبك وتعتمديها، حاجة كده فطار خفيف. يلا نروح نشوف الوصفة. اول حاجة حطي لي لايك للفيديو عشان ان شاء الله استمر في تنزيل الفيديوهات. معايا هنا معلقتين من الزبدة ومعلقتين من الزيت، معايا 4 كوبايات من الدقيق، معلقتين خميرة مية دافية وسكر وبيضة واحدة ومعلقة خل. هسيب لك طبعا كل المكونات دي في صندوق الوصف. واول حاجة هجيب معايا هنا 4 كوبايات من الدقيق، تمام جدا، وهحط عليهم معلقتين من الخميرة الفورية. طبعا نكون متأكدين من صلاحية الخميرة عشان العجينة تطلع معانا ممتازة. بعد كده هحط معلقتين من السكر، طبعا نحط كمان رشة ملح صغيرة، رشة صغيرة جدا بس تعادل النكهة. بعد كده هجيب معايا بقى معلقة الخل، وطبعا الخل في كل المعجنات بيدي هشة كده للعجين بتاعنا وبيخلي العجين طري جدا. هنزل بمعلقتين الزيت ومعلقتين الزبدة، ينفع تستخدمي زيت بس او زبدة بس، لكن الميكس ده بيكون حلو جدا. بالنسبة للبيضة انا هاخد البياض بس، اما بالنسبة للصفار هنخليه لاخر الفيديو عشان هندهن بيه المعجنات بتاعتنا. طبعا بدل في بيض حتى لو بياض لازم نحط رشة فانيليا سايلة حتى لو بسيطة في العجان. اول حاجة هضربهم كده لغاية ما المواد تتجانس، وبعد كده هجيب معايا المية الدافية وابدأ انزل تدريجيا في العجان. طبعا ينفع جدا تعجني على ايدك لمدة 5 دقايق، وبعد كده هتلاقي العجين طري معاك وبقى زي الفل. هنا لقيته طري معايا جدا، فحطيت رشة دي صغيرة ولميت بها العجين بالشكل ده عشان يتلم معايا بالشكل ده. هي معلقة دي واحدة لو لقيتيه طري قوي، لكن هي ان شاء الله المكونات مظبوطة وانا حابة ان العجين بتاعي يفضل طري بالشكل ده. هبدأ بقى اغطيه واسيبه في مكان دافي، او اغطيه واسيبه على الرخامة لمدة ساعة طبعا عشان احنا في الشتاء، ولو احنا في الصيف هتسيبيه حوالي نص ساعة بس مش اكتر. بعد كده هروح ابص على العجين بتاعي، هتلاقيه اختمر بالشكل ده. هبدأ ان انا اطلعه بقى، هبدأ عفوا هبدأ بقى اقسم العجين بتاعي ده لجزئين، لان انا هعمل ميني باتيه وميني كروسون، فانا عايزة عجنتين عشان نعمل منها حلو وحادق. طبعا الباتيه هنحشيه جبنه، والكروسون ممكن تحشيه عجوه او تحشيه شوكولاته تحشيه مربى، يعني ده في ايدك وده في ايدك. برضو ممكن تحشيه جبنه لو حابه يبقى حادق اللي انت حباه. بعد كده هجيب جزء العجينه بتاعي وهبدا ان انا افرده بالشكل ده على قدر الامكان، اخليه كده مستطيل، يعني مش عايزاه دائري، احاول لقدر الامكان اخليه الشكل مستطيل او مربع بالشكل ده. طبعا السمك بتاعه ما يكونش رفيع جدا، يعني ما تقعديش تفردي لغايه ما يبقى رفيع، هو يدوبك 1 سنتي كده ارتفاعه بيبقى حلو جدا. بعد كده هجيب معايا بقى السكينه عشان اقطع العجين بتاعي، هقطعه كده شرايح طويله بالشكل ده. هبدأ بقى اعمله كده مثلثات عشان دي هتكون الميني كروسون بطريقة سهلة، ويعني دي اسهل طريقة للف الكروسون، ما بياخدش اي وقت ولا مجهود. هجيب بقى اي نوع شوكولاتة خام عندي، انا بحب استخدم نوع شوكولاتة حلو جدا اللي هو ده، وبيكون سعره مش غالي خالص، ده حوالي سعره بيكون 10 جنيه للعلبة، بس طعمه من جوه بجد احلى شوكولاتة خام انا دقتها بجد. يعني هبدأ بقى اقطعها قطع صغيرة علشان اخد واحشي بيها المولتو بتاعي او الكروسون بتاعي. بالنسبة لو حطيت الشوكولاتة قابلة للدهن مش بتبقى بنفس جودة الشوكولاتة الخام اللي هي زي دي، فهبدأ بقى ان انا اجيب قطعة صغيرة واحطها في طرف العجينة بالشكل ده، وابدأ الف المثلث بتاعي بالشكل ده. الموضوع سهل جدا جدا وما بياخدش معانا اي وقت،
هتقومي قبل ما ولادك يصحوا وكده وتروحي عامله لهم حاجه حلوه كده، يصحوا على ريحه العجين في البيت بيبقى خير وبركه والله، وبيدي ما شاء الله كميه كبيره. هبدا اشتغل بقى في العجينه التانية، بس هنعمل بقى منها ايه، الميني باتيه بالجبنه، فردتها برضو على شكل مستطيل او مربع زي ما انتم شايفين. هبدا اوزع فيها الجبنه، الجبنه دي اللي هي العبور اللاند العاديه خالص، ممكن تستخدمي جبنه رومي، شيدر، اي نوع جبنه عندك انت حابه تستخدميه، طبعا دي حريه شخصيه. هبدا ان انا الف رول كده بسيط، وابدا اجيب السكينه واقطع معايا. طبعا هتفضلي تعملي العمليه دي لغايه ما يخلص معاكي كل العجين بالشكل ده. هبدأ ان انا الف واحط الجبنة والف لغاية ما يخلص معايا الكمية كلها بالشكل ده. هجيب معايا بقى اي قطاعة او سكينة، وهبدأ ان انا اقطع العجين بتاعي قطع صغيرة او قطع كبيرة حسب ما انت حابة الحجم بتاع الباتيه. طبعا لو انت عايزاه باتيه من اللي هو الكبير، ما تعمليش يعني تلفي الرول العجينة اللي احنا فردناه مع بعض كله مرة واحدة، مش تقطعيه كده حتة. بعد كده هجيب صينيه وابدا بقى ان انا احط فيها العجين بتاعي. جبت معايا بقى الماده اللي انا هدهن بيها، صفار البيض اللي كان معانا، ومعايا معلقتين من الحليب، معلقه صغيره من النسكافيه، وهبدا ان انا ورشه فانيليا صغيره، وهبدا ان انا ادهن العجين بتاعي. رشه الفانيليا دي يا بنات مهمه جدا، بتخلي ريحه العجين حلوه جدا جدا. هبدا ان انا بقى اقلبهم كويس جدا واتاكد من كده، وهبدا ان انا ادهن العجين بتاعي كله. في الوقت ده رحت مشغله الفرن بتاعي عشان اسخنه كويس جدا، عشان العجين لازم يخش في فرن سخن جدا عشان هو ما بياخدش معايا اي وقت. بعد ما الفرن بعد ما بدخل العجين الفرن، ببدا اوطي على العجين على درجة حرارة 180، وبسيبه بالظبط 10 دقايق. ممكن اشغل عليه الشواية واخلي بالي، لاني انا سهيت شوية عن الصينية دي، فالوش احمر بس كان طعمها تحفة برضو. بصوا حتى من تحت يعني مش محروقة، هي خدت لون زيادة فوق بس، جدا فطار حلو جدا، وبجد هيعجبك ويعجب اولادك. ما تنسيش اللايك وتعملي لي شير للفيديو فضلا وليس امرا، وكلمة حلوة في الكومنتات. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.